انت في مباريات الدور الاول اللي انتهت بتعادل 1-1. كابتن ياسر، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فاروق، تحياتي سلام ليك. للكابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش. يا كابتن ياسر، ازيك؟ تحياتنا ليك يا كابتن. يعني انا هكلمك على النادي الاهلي الاول، واكيد في فرق ما بين طنطا كمان في الدور الاول والدور الثاني، ولكن النادي الاهلي بعد حسمه لبطوله الدوري وخلاص، يعني المباراه المتبقيه اكيد ليه هدف مختلف عن الفترة اللي قبل حسم البطولة. كابتن ياسر، من وجهة نظر حضرتك. بص يا كابتن فاروق، بالنسبة لمباراة الأهلي وطنطا، أنت عارف النادي الأهلي احنا متعودين حتى لو خدنا البطولة ما نحبش نخسر، ده عامة يعني صحيح. ده سنة في النادي الأهلي. فالنادي الأهلي متعود إن الماتشات اللي بيلعبها حتى لو خدنا البطولة وتعادلنا أو خسرنا ماتش من الماتشات بتبقى مشكلة في النادي الأهلي، هو صحيح. متعود على كده. صحيح يا كابتن. فعشان كده هتلاقي كابتن حسام بدري خد بطوله الدوري، بس برضه طمعان اكتر، عايز يكسب، عايز يخلي اللعبة تاخد ثقه، تعرف في بطوله افريقيا موجوده، في اللعبة هتروح المنتخب، كل ده بتدي عوامل مساعده للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها احنا خدنا بطوله دوري او خدنا بطوله كاس او كسبنا، لا، النادي الاهلي على طول عايز يكسب. فالمباراه طبعا ما فيش شك هتبقى على نادي طنطا صعبه، وخاصه المباراه كمان في القاهره هنا. النادي الاهلي واخد بطوله دوري، في لاعيبه كل مدى بتبقى اللي بتدخل في المباريات عايزه تثبت وجودها، كل ده طموح بيبقى للاعيبه النادي الاهلي. صحيح. طب يمكن يا كابتن ياسر كنت حضرتك متواجد في المباراه الاولى اللي في الدور الاول، تعاملته، هل ممكن طنطا يبقى مختلف عن الدور الاول؟ الطموح مختلف دلوقتي، انتوا اكيد من ساعه ما جيتوا كان نفس المشكله تقريبا انتوا كنتوا بتواجهوها، حته ان انتوا كنتوا في جزء ممكن يكون خطر شويه. الوضع دلوقتي بالنسبه لطنطا الطموح المفروض يبقى اكبر، من في ظل طبعا احتياجه لعدد النقاط عشان يبعد شويه عن جزئيه الهبوط. يا كابتن، بص يا كابتن فاروق، بالنسبه للمباراه للنادي طنطا او الفرق اللي هي انت عارف زي النادي اللي هي بيبقى اللي من الاقاليم، برضه مباراه الاهلي والزمالك بتبقى مباراه بالنسبه لهم اللعيبه بتبقى اصلا ما بتبقاش انت محتاج تتكلم كتير قوي في المحاضرات، اللعيب مركز قوي لنفسه، عايز يثبت وجوده قدام الفرقه الكبيره، عايز يقول انا موجود، ده لذاته الشخصي مش للكره الجماعيه. تمام. فهي بتيجي في الاخر لما انا كل لعيب من جواه عايز يبقى كويس، فبيأدي يبقى كويس، وكله بينكر الذات في المباراه علشان هو مش هو هو مش هدفه ان الفرقه تكسب، على فكره مش تقريبا في الفرق اللي احنا موجودين، لا، هو عايز يركز اللي هو يبقى كويس. فتخيل كل ده بيبقى احساس جوه كل لاعب، فالمباراه تبقى صعب، مش هتبقى ان شاء الله، يعني احنا مش هنقول تبقى صعبه، هي طبعا ما فيش شك اللي هي نادي طنطا عايز يكسب وعايز يبقى موجود في الدوري، وفي نفس الوقت كل اللعيب من جواه عايز موجود، لكن في الاول وفي الاخر مباراه الاهلي وطنطا احنا جربتها الدور الاولاني مع النادي الاهلي، يعني احنا كنا لسه ماسكين الفرقه ما فيش بقالنا فتره بسيطه، دخلنا على المباراه اللعيبه كلها كانت مركزه قوي 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 في مباراه الاهلي. فالنادي الاهلي ما فيش شك هيبقى برضو عنده نفس الحماس ده بتاع اللعيبه، لكن في الاول وفي الاخر هي المباراه صعبه على نادي طنطا. يعني طيب، يعني حتى بالنسبه للاعبين يا كابتن المتواجدين في النادي الاهلي ممكن هيشاركوا بكره، في جزء منهم كبير يمكن يعني خلاص كابتن حسام بدا اكيد هيجرب بعض اللاعبين. ما اعتقدش يا كابتن فاروق، الكابتن حسام هيغير كتير قوي في التشكيل، فطبيعي جدا هو في تثبيت تشكيل عنده، فطبيعي لما يدخل عنصر او عنصرين، هي موجود اصلا الروتيشن ده موجود عندنا في النادي الاهلي بقاله فتره مع كابتن حسام البدري. يعني من وجهه نظرك عنصرين بس يا كابتن ممكن يبقوا متواجدين في التشكيل اساسا كتير، مش هيقدر يغير كتير قوي، على اساس برضه ما ينفعش احنا الشكل مره واحده يقول لك النادي الاهلي مثلا اللي فيه لازم يبقى فيه ثبات في التشكيل وفي عناصر موجوده ثابته. ايوه بس يا كابتن ياسر، واحنا بنتفرج على المباراه الوديه زي مباراه الفجيره مثلا، ما ده يطمن كابتن حسام البدري ان اللاعبين اللي متواجدين يعني خلاص هم حافظين طريقه اللعب، فبالتالي لو حتى غير التيم كله الامور بتبقى ماشيه بشكل مش، خصوصا اللي انت خلاص حسمت بطوله الدوري. من وجهه نظر حضرتك ايه رايك؟ ما اعتقدش اللي انت بتفكر ان هو يغير الفرقه كامله، ما ينفعش، صعب جدا، خاصه المباراه الوديه غير المباراه الرسميه. تمام. وبرضه الفرقه انت بتلاعب فرقه برضه بفرقه قويه زي فرقه مش قويه في مش تقليدا في فرقه طنطا، لكن المركز اللي هم فيه برضه بيبقى عايز هو يتعادل او ياخد نقطه او يكسب النادي الاهلي، فالمباراه تبقى صعبه على فرقه النادي الاهلي بسبب الحماس اللي هيقابله بلاعيبه طنطا والتركيز، وعارفين ان المباراه ديت مباراه بالنسبه لهم ممكن تقعدهم في الدوري، كل ده عشان كده تلاقي كابتن حسام البدري حاطط في حساباته كل ده، عشان كده مش هيقدر حته اللي يغير، ما احنا عندنا ثقه في اللعيبه كلها. انت النادي الاهلي ال 30 لاعب اللي في القايمه مع الناشئين اللي موجودين ده كيان كبير قوي موجود، او لعيبه بتمثل النادي الاهلي ومنتخب مصر. صحيح. طيب بس برضه فورمه الماتشات يعني بتبقى مهمه. اكيد يعني. اكيد كابتن. هو احمد اخباره يا كابتن؟
ما موجود في النادي بس سليم يعني موجود في... سليم ها سليم هو لا سليم اه بس وجهه نظر الجدل ان شاء الله لا لا اكيد فرصته تبقى موجوده في الفتره لا انا بص يا كابتن فاروق بالنسبه لموضوع احمد ده انا عشان الناس لازم تعرف انا ببقى بعيد جدا تماما وعارف كده عن ولادي اللي يلعبوا المدرب يعاقبهم ده وجهه نظر والحمد لله احمد في النادي الاهلي فليه هو ليه الشرف الكبير اللي هو من ضمن اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي ده انا بقول له كده انت من اللعيبه اللي طالما موجود في النادي الاهلي ده حاجه كبيره ليك انت حقيقة كابتن ياسر شكرا كابتن ياسر يعني طبعا منورنا ومشرفنا باستمرار سواء بقى هنا او في فريق الشمس الماتش اللي فات وقف جول قلت له يا كابتن ياسر سيبني انا عمال اجري هنا وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن محمد رمضان مش قادر لا قال لك عشان اطلع من ورا اتقطعنا طيب خلينا نروح للتقرير كابتن حشيش ونرجع نكمل كلامنا التقرير مع جمهورنا طبعا ورايه في شكل الفريق والبدلاء اللي ممكن يبقوا متواجدين بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره القادمه.